حسب ولا اذنك تعرف نفسك؟ محمد صلاح اتش ار سبيشالست في شركه ادويه. نازل ليه يا محمد النهارده؟ نازل النهارده وبكره. النهارده الخميس. بكره نازل بكره ان شاء الله عشان عشان مفيش حاجه حصلت. عشان مفيش حاجه حصلت للثوره يعني؟ بالظبط. طب انت شايف ايه؟ عايز ايه يعني؟ يعني عايزين يتحط ديدلاين يعني او وقت زمني عشان تسليم السلطه، ميعاد محدد للانتخابات، ميعاد محدد لانتخابات الرئاسه، عشان نشوف في مسار او يعني بلان لدوله هتحصل. اما اللي حصل ده حاجه كلها فيك يعني. طب سؤال للسؤال، حضرتك تنتمي الى اي تيار من الاسلاميين؟ انا مسلم. انا مسلم يعني اخوان سلفي؟ لا تنتمي لاي جماعات؟ يعني انا مسلم سلفي. مسلم سلفي. طب السلفيين ما منزلوش؟ لا نازلين. نازلين بجد؟ على يعني على رسميا مش نازلين. يعني ايه رسميا؟ يعني المتحدثين الرسميين او اللي يمثلون السلفيين كجماعه او كتيار او كحزب قالوا احنا مش نازلين. هو ممكن بس السؤال يعني يعاد صياغته، لان اصلا ما فيش جماعه سلفيه وبالتالي ما فيش متحدث رسمي واحد اسم الجماعه السلفيه والسلفيه. عبد المنعم مش هو متحدث باسم الدعوه السلفيه مش جماعه سلفيه. وهنا فرق عظيم. دعوه سلفيه يعني فكره، طبعا فكره يعني بتشمل كل الناس. اما جماعه سلفيه جماعه بتنظيم لا يوجد يعني، فبالتالي مش متحدث باسم جماعه اصلا، ما فيش جماعه اصلا. يعني انت نازل على قناعه شخصيه تامه يعني. وفي اخوه كتير موجودين اهم، بص حواليك. شكرا. العفو يا فندم. اتفضل عرف نفسك. محمد شاذلي. طالب جامعي. انا بعرف نفسي ان انا اسلامي. لي افكار اسلاميه. وبس وانا نازل بكره من اجل ان انا ضد المحاكمات العسكريه للمدنيين. في 12000 واحد من اول الثوره لحد دلوقتي بيتحاكموا عسكريا، ولحد دلوقتي مش عارفين مصيرهم هو ايه. وكمان اللي زاد على ده ان المجلس العسكري طلع وقال واعترف ان في 12000 واحد مدني بيتحاكموا عسكريا، وبيقول لك لحد ما يتلغي قانون الطوارئ يعني لحد الانتخابات، والله اعلم الانتخابات امتى. فالله اعلم مصير الناس البريئه دي ايه. ده اول حاجه. تاني حاجه عايزين نعرف الانتخابات هتتفتح امتى. لحد دلوقتي هم قالوا لنا 6 شهور، ده احنا داخلين في خلصنا 8 شهور اهو، وداخلين في 9 والعاشر، ومش عارفين المجلس العسكري هيسلم السلطه تبقى سلطه مدنيه لحد امتى، لان احنا ضد الحكم العسكري. احنا مش هنا مبارك لان احنا ضد الحكم العسكري، فما يجيش حد تاني يقول لنا عايزين حكم عسكري من اول وجديد. طب سوري في السؤال، بس حضرتك تنتمي الى اي التيارات الاسلاميه؟ انا اسلامي وفقط. اسلامي حر. اسلامي حر. اقصد يعني معظم السلفيين او التيارات الاسلاميه قالوا مش نازلين. السلفيين مش جماعه واحده. ما تقدرش تقول ان الشيخ الفلاني او الشخص الفلاني يعبر عن الجماعه السلفيه ككل، لان يعني السلفيه اطياف كتيره، مش زي اي حزب او اي جماعه ليها حد متحدث رسمي باسم السلفيه. حضرتك من القاهره ولا من الجيزه ولا من انهي محافظه؟ من القاهره. شكرا يا فندم. اتعرف على حضرتك؟ طارق صلاح الدين، استشاري تسويق وناشط سياسي. استاذ طارق، النهارده الخميس او صباحيه او ليله الجمعه يعني، تمام. اعرف بس وجهه نظرك من النزول بكره ان شاء الله؟ النزول بكره ان شاء الله باذن الله، يعني نتعشى من يكون بكره ان شاء الله اللي هو تصحيح المسار، اللي هو استكمال كل اهداف الثوره اللي ما اتحققش منها اي حاجه. محاوله اثبات للمجلس العسكري انه احنا موجودين، ونبطل بقى النغمه بتاعت اللي هو قولوا اللي انتوا عايزينه واحنا هنعمل اللي احنا عايزينه. مش عارف يلتقي معانا، مش عارف ليه يعني. توقعات حضرتك بكره ان شاء الله تمر بسلام، خاصه الشرطه انسحبت والقوات المسلحه انسحبت من ميدان في حوالي الساعه 7 مساء النهارده. هو هيكون سلام بالنهار لان هم مش هيكونوا موجودين، بس انا متاكد ان هيبقى في نقطه شحن هتشتغل بالليل، اللي هو مع المفروض ان احنا ننسحب، لانه كل الثوار لما نزلوا بجد الميدان بالنسبه لهم عارف ايه، حاجه رد حق، خاصه عشان يعتبر اول جمعه بعد رمضان بعد فضل الاعتصام. بالظبط، بعد فضل الاعتصام بالشكل المهين اللي حصل بيه والشكل الضعيف اللي حصل بيه. ولو كان قوي كان جه واجه في وقتها، لكن هو يجي الساعه 1:30 الظهر في اول يوم اللي كل الناس راح تفطر فيه ويخش بمنتهى الوحشيه ويعمل فيها ان هو بلطجي بقى وان هو قادر يعني. طب ده كان فين قبل كده؟ كان فين يوم 28؟ بلاش، كان فين 28 29 6 لما احتلنا محمد محمود وقعدوا اكتر من 16 ساعه يحاولوا ان هم يخترقوه ما عرفوش. هو استغل ضعف وعدم وجود الناس ونزل عمل الموضوع بتاعه بتاع يوم 1 رمضان ده. هل في شباب ناوي اعتصام بعد اداء الوقفه غدا؟
بدون اي ترتيب، وبرغم ان كل الدبلوماسية بتقول ان احنا لازم نمشي ونلتزم ولي ولي، انا اول الناس بقول لك جوايا احساس بانه مش ماشي. ان شاء الله نتضرب، نتحبس، نعتقل، مش ماشي. ان شاء الله تمر بسلام ومتشكينا فيه. الله المستعان، ان شاء الله باذن الله.